تسلم رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي من المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن رسالة الأمم المتحدة ردا على رسالة الاحتجاج التي بعث بها رئيس اللجنة الثورية العليا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. إلى التفاصيل. تلقى رئيس اللجنة الثورية رسالة من باولو لمبو المنسق المقيم للأمم المتحدة في بلادنا. الرسالة أكدت على مواقف الأمم المتحدة بشأن نتائج وتداعيات الأحداث عن الوضع الإنساني وما أصاب البنية التحتية والتراث من تدمير، حيث جاء في الرسالة: إن الأمم المتحدة قلقة بعمق بخصوص الأزمة الإنسانية للبلد، والتي يقدر أنه نحو 21 مليون نسمة في حاجة لنوع ما من المساعدة الإنسانية. هذا يتضمن 19 مليون نسمة ممن لا يمكنهم الحصول على المياه الآمنة والصرف الصحي، وأكثر من 14 مليون نسمة ممن لا يجدون الطعام الآمن أو الرعاية الصحية الكافية. إن الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمم المتحدة الرئيسيون في كل من المركز الرئيسي في نيويورك وفي اليمن تحدثوا مرارا عن أزمة الشعب اليمني، وقاموا بتذكير كل الأطراف عن التعارض الحاصل لتأدية مهامهم في حماية المدنيين تحت القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. منذ 26 من مارس أكثر من 50 بيانا تم إصداره بخصوص اليمن، والأمم المتحدة ستستمر في الحديث بوجه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. إن الأمم المتحدة قامت أيضا مرارا بالتأكيد على أنه لا يوجد أي حل عسكري لهذه الأزمة، ودعت كل الأطراف للمفاوضات التي ستؤدي إلى الاستفادة الحتمية للشعب اليمني وتؤسس للسلام والاستقرار. إن المبعوث الخاص للأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان في مقدمة هذه الجهود. الشيخ أحمد سيستمر بالعمل عن قرب في قيادة كل أطراف الأزمة في اليمن من أجل مساعدة البلد على النجاة والعودة لمرحلة سياسية انتقالية موسومة بالسلام والنظام وبناء حوار سياسي شامل. إن الأمم المتحدة تتفهم أيضا أن القيود التجارية على السيرات تتسبب بآثار كارثية على حياة اليمنيين البسطاء. مخزونات أبسط السلع الأساسية للعيش كالطعام الوقود والمستلزمات الطبية تواجه شحا كبيرا. ممثلو الأمم المتحدة دعوا مرارا بشكل خاص وعام لأجل تسهيل هذه القيود. أتمنى أن الجهود الإنسانية سواء من منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الغير حكومية تستطيع تعميق جهودها مع جميع الأطراف لتسريع عملية الإيصال الطارئة للاستيرادات اللازمة لإنقاذ حياة البشرية والاستيرادات التجارية بما في ذلك الوقود لكل أنحاء اليمن وعبر جميع الموانئ البحرية اليمنية. إنني متوفر لأي تناقش بخصوص المسائل أعلى حسب رغبتكم، وأتمنى استغلال هذه الفرصة لأؤكد لكم كامل التقدير.